نصف الطريق حكمة تعلمها من جده الذي قام بتعليم جل أهل قريته القرآن الكريم، وقبل وفاته ترك وصية لحفيده ابن الست سنوات بأن لا يترك القرآن وعلومه، وببركة القرآن الكريم ووصية جده أصبح أنار مامادوف أستاذاً في علوم القراءات وفنونها بعد أن تتلمذ على يد رواد القراءة. من أذربيجان أنار مامادوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا
بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام. المتسابق أنار مامادوف من أذربيجان، شكراً جزيلاً لكم على هذه التلاوة الطيبة، وننتقل إلى لجنة التحكيم الأستاذ عماد رامي، تفضل. صوتك بس بده مع الممارسة إن شاء الله يقوى. مزكوم عم بين عليك يعني. ندعو لكم بالصحة والعافية. ما شاء الله إجمالاً لا بأس يعني، والانتقال بالمقامات كان جيد. أسأل الله لك التوفيق. الله يبارك فيك يا رب. تفضل الشيخ عمر لكم الكلام، تفضل. أنار قال أنار قلبك وأنار دربك بالقرآن الكريم، جميل. فمن اسمك نصيب من هذا النور، والقرآن كله نور، فما شاء الله قرأت قراءة رائعة، ضبطت أغلب الأحكام وأغلب مخارج الحروف، ولكن هناك بعض الملاحظات التي إن شاء الله حتى تتفاداها في إن تأهلت إن شاء الله إلى الدور المقبل بإذن الله تعالى. نعم. من بينها
الغنى في بعض الحروف العزيز الع الع، فهنا لا توجد غنى في العين، كذلك تمطيط المدود، وكذلك السكتات، يعني السكتات التي كانت موجودة في نهاية بعض الكلمات، فربما نفسك يعني لم يطاوعك للزكام وغير ذلك، فانتبه وتجنب هذا. وكذلك زمن بعض الحروف وبعض الصفات التي تخرج الحرف عن حيزه بالظالمين، الظا حرف مجهور وليس مهموس، فانتبه إلى جهره باهتزاز الوترين الصوتيين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك وأن يبارك في تلاوتك وأن يزيدك إتقانا على إتقان. السيد كريم موسوي، رأيكم بتلاوة الأستاذ إن شاء الله، وهو دكتور أيضا في تخصصه، حبيبي دكتور خير خوش عمدي أنار الذاكر. أنا أولا أوصي الدكتور بدورة فنية لتحسين قدرات صوته، يعني أسوي يقول أنا عندي زكام بس أنا ما أعرف، نراعي الحالة الصحية أو يكون عضو في فرقة موشحات، يعني أنا عندي هاي دليل بها، هذا الشيء يساعدك على تحسين صوتك، يعني قدرات صوتك تبين إذا قرأت شيء موزن كي تمارس تمارس الأكثر وأكثر هذه، فما شاء الله أديت بجمالية، والله يحفظك إن شاء الله. الشيخ شو ما دارت ناكل. باسم العابدي تفضل. أحسنتم يا أخ آنار، وآنار بالأذربيجانية تعني الذاكرة، أليس صحيحا؟ نعم. الذاكر، نعم. الذاكر، جعلك الله من الذاكرين، واستفيد من اسمك بالعربية، فالإخوة قالوا أنار الله، يعني بالفعل أنار الله، أنار الله طريقك ودربك اتجاه القرآن. أحسنت. أنتم ربما لعدم وقوفكم على اللغة العربية أو لضيق نفسكم، قلة النفس عندكم، وقفتم بعض الوقوفات غير الملائمة، فإن شاء الله بالتدريب والتمرين تتمكنون من اللغة العربية وتتمكنون من النفس أيضا حتى تكتمل صورة التلاوة عندكم. الله يبارك بكم، وإن شاء الله تتنور دروبكم أو دروبكم بالخير والبركة، وأنتم من المرضيين والمقبولين عند القرآن. وقلوبنا كذلك فضيلة الشيخ. إلى السيد حسنياً الحلو. يا تفضل. عزيزي، طبعاً الأصوات الآذرية وفي أذربيجان أصوات يعني تكاد أن تصل إلى الخيال في بعض الأحيان، وبعض المؤدين سواء كان في الإنشاد أو الأمور الدينية الأخرى، يعني على سبيل المثال وليس الحصر، السيد طالع باكوي اللي نحييه عبر جائزة العميد، وأيضاً أصوات كثيرة. لكن عندي ملاحظة، بعض الأحيان في كثير من محطات حياتنا الأمور خصوصاً الاحترافية والفنية هناك فكرة جيدة ولكن التنفيذ يكون غير جيد، هناك فكرة غير جيدة ولكن في التنفيذ تكون أفضل، وهناك اثنيناتهن يعني بعض الأحيان اثنيناتهن جيدات واثنيناتهن مجيدات بعض الأحيان اللي هي تكون نادرة. أنا أتمنى مثل ما قالوا أساتذتنا الكرام، الدورة تفيد المشترك أو تفيد كل شخص أنه على الأقل يكون عنده خزين من الأفكار الجيدة، وفي التنفيذ، التنفيذ بعد يحتاج إلى تمرين. مع هذه الصحة اللي يمر بها وهذا الظرف الصحي اللي يمر به عزيزنا دكتور أنار، ممكن بالقادم إن شاء الله تعالى يتمكن حتى مع هذه الصحة أن يعرف مقدار إمكانيته المتوفرة الآن، نعم، ويؤدي بحسب إمكانيته. أتمنى لنا الموفقية إن شاء الله تعالى، وأن يسمعنا هذه الأصوات الآذرية اللي تعودنا على صداها العالمي إن شاء الله. الله يبارك فيك إن شاء الله دكتور. محمد عصفور حياك الله حبيبي. لعل نظرتي أنا ممكن تختلف عن إخواني شوي. لماذا؟ لأني دكتور أنار أنا أعرفه منذ 2017، سمعته في 2017 في مسابقة إيران الدولية ما شاء الله، ووقتها أولاً في اللغة العربية كان يعني معدوم تماماً، ما كانش يتكلم العربية أبداً. ثانياً كان في القراءة كان مبتدئ جداً، ويمكن كان أقل مستوى مشارك في وقتها، لدرجة أن المحكمين استغربوا أنه كيف هذا مؤهل للمسابقة الدولية، وأنا حضرت الكلام يعني. بعد 7 سنين فاجأني، والله اليوم فاجأني بأنه يحمل الدكتوراه
في العلوم الإسلامية، فجاءني بكلامه العربية بطلاقة، فجاءني بقراءته الآن التي أنا أراها نسبياً بالنسبة إلى قبل ممتاز جداً ورائع ورائع جداً جداً. إضافة لذلك فضيلة الشيخ يتكلم التركية ويتكلم الفارسية طبعاً. نعم. وأذربيجان. اللغات لا حد يتكلم باللغات. لأن إحنا عندنا هنا اللغات أستاذ عماد وأستاذ كريم يتكلمون بكل اللغات العربية. اللغة الأذربيجانية لغة تركية، هي يعني القومية الأذربيجانية هي يعني تركية، فاللغة الأذربيجانية هي نفسها اللغة التركية أم تختلف من جهة اللهجة؟ نعم من جهة اللهجة. نعم. نعم. فصراحة يعني ما لفت نظري ولفت انتباهي هو إصراره على الوصول. نعم. وكونه أنه في 7 سنوات يصل إلى هذا المستوى علمياً وأخلاقياً ولغةً وقراءةً يعني شيء رائع جداً فوق الخيال وفوق الوصف. وطلب مني من يومين قال أريد أيضاً أن أحفظ القرآن كاملاً وأجاز حتى بالقراءات العشر، يعني عنده طموح عالي جدا فوق الخيال ما شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض عليه ويديم عليه هذه النعم يا رب. اللهم وصل إلى قلوبنا. نعم. بتلاوته. نعم. وهو أيضا حبيب. لديه هذه الحكمة المرشد. نعم. نصف الطريق. ونحن خدام لكم ومسخرون لكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم المتسابق أنار مامادوف من أذربيجان. شكرا جزيلا لكم. شكراً جزيلاً لكم. شكراً جزيلاً. تفضل.